السلام عليكم. أهم حاجة يا شباب في البرنامج ده، ومهمة جدا جدا جدا، حاجة اسمها الفاريبل فيو والداتا فيو. إيه هو الفاريبل فيو والداتا فيو؟ قال لك دي نافذتين اسمهم فاريبل فيو والداتا فيو، دول مهمين جدا جدا. بيعملوا إيه؟ قال لك أي حاجة في الدنيا بتكون متغير فاريبل بخزن فيه داتا. قال لك أنا دلوقتي هاجي أخزن الداتا، أعرف فاريبل بتاعي وأبدأ أحطه فين؟ في الداتا فيو. فبيقول لي الفاريبل ده في بعض الخصائص. ايه هو الفاريبل ده؟ قال لك ده الكونتينر اللي بيشيل الداتا. ايه هو الكونتينر؟ قال لك ده ستور كده، مخزن بيشيل الداتا. اول حاجه فيه الاسم. قال لك اتعرف اسمه، مثلا اسمه اكس مثلا. ايه اكس ده؟ قال لك فيه شروط لكتابه اسم الفاريبل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابدا كتابه الفايل ده برقم. يعني مثلا لو قلت له رقم كده هيقول لي ايه؟ Variable name contains an illegal first character. ما ينفعش، لازم يبدأ بحرف. طب حاجة تانية أجرب، ممكن أبدأ بـ underscore. هيقول لي إيه؟ هيقول لي ما ينفعش. يبقى ما ينفعش أبدأ برقم ولا underscore، ولا أنفع أبدأ برمز. يعني ما ينفعش مثلا أقول له علامة الدولار ساين كده إكس، ما ينفعش. يبقى الاسم ده لازم يبدأ بليتر، ما ينفعش أبدأ برقم ولا underscore، ولا ينفع ابدا ايه برمز. حتى ما ينفعش اخلي فيه مسافه، ما ينفعش مثلا اقول له ايه اكس واي، ما ينفعش. هقول لك فيه مشكله، لازم ممنوع المسافات في كتابه اسم الفاريبل. حاجه ثانيه، ممكن اكتب الرقم ده بس بعد اول اسم. يعني ممكن اقول له اكس واحد، اكس اثنين، براحتي، شغال بالشكل ده تمام عادي. بس ما ينفعش ايه ابدا الرقم ده في الاول، تمام. بعد كده بيقول لي طيب النوع ده ايه هو النوع؟ قال لك نوع الداتا اللي انت هتخزنها في الفاريبل ده. قال لك في نوعين مهمين جدا، حاجه اسمها نيوميريك وحاجه اسمها سترينج. ايه هو النيوميريك؟ قال لك الارقام، سواء كان رقم صحيح، رقم عشري، اي رقم بس اسمه رقم يبقى ايه؟ اتخزن في النيوميريك. قال لك ايه هو بقى السترينج؟ قال لك ده الحرف، سواء بقى كان حرف، سواء كان عندك كلمه، جمله، اي حاجه بتخزن فين؟ في سترينج. يبقى عندك حاجتين مهمين جدا، شكل الداتا دي فين؟ قال لك لو هي ارقام يبقى نمبر، لو هي حروف او كلمات او جمل تبقى سترينج. عرف مثلا فاريبل اهو، اقول له نوميريك واقول له اوكي. بيقول لي هو الويدث. قال لك الويدث ده قال لك عدد الارقام الصحيحه. يعني ايه عدد الارقام الصحيحه؟ واحد ادخل مثلا 50 رقم، عددهم كام؟ مثلا 50، فاجي ادخل هنا كده واقول له ده 50. اقول لي الديسمال، ايه هو الديسمال ده؟ قال لك عدد الارقام العشريه، عاوز كام رقم 10 عشان. وبعدين في عندك حاجه اسمها الليبل. ايه الليبل ده؟ قال لك ده الوصف التفصيلي لكتابه اسم الفاريبل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معرف اكس، ايه اكس ده؟ معرفش اكس واحد ده بيعبر عن ايه. فاجي مثلا هقول له خلي بالك ان الاكس واحد ده مثلا بيشير لايه؟ او ريفيرز مثلا تو جندر، ده الجندر مثلا. اكس 2 هقول له اكس 2 ده مثلا ريفير بيشير الى مرتبات سالري بتاعت الشركه مثلا كمباني اكس، تمام. ده الوصف التفصيلي. طب عندك ايه هو الفاليو بقى؟ قال لك الفاليو دي القيم اللي بتضيفها. يعني ايه القيم اللي بتضيفها؟ يعني مثلا دلوقتي عندي الجندر، الجندر في مين؟ مش في ميل وفي ميل؟ في عندي حاجتين، بدل ما اكتب ميل وفي ميل، طب ليه؟ طب ما انا اخزنهم كدروب داون ليست كده وابدا اكتبهم. اقول له مثلا لو هي زيرو يبقى ده ميل اهو، ميل، تمام؟ واقول له اد. طب لو هي واحد هقول له ده ايه؟ في ميل اهو. في عندي حاجه ثانيه؟ اقول له ايه؟ اقول له اوكي. ممكن مثلا ايه اعرف فاريبل اسمه مثلا السايز، فالسايز بتاعي ممكن يبقى سمول او ميديم او لارج، فاقول له مثلا واحد اللي هو سمول، اثنين اللي هو ميديم، ثلاثه اللي هو لارج. فابدا ايه ادخل الداتا وابدا اخزنها عندي. في عندي حاجه اسمها الميسنج. الميسنج دي القيم المفقوده. لو في مفيش قيم مفقوده اقول له نو ميسنج فاليو. طب لو في قيم مفقوده هقول له مين القيم المفقوده وابدا اكتبها. دي يعني ايه قيم مفقوده؟ يعني حاجه فاضيه. يعني انا جيت اكتب كده مثلا الداتا وفي الاخر نسيت حاجه اكتبها، تمام. الكولمز عدد الاعمده بتاعتها. هنا الالاينمنت، قال لك الالاينمنت انت الداتا تتكتب ناحيه الليفت ولا في الرايت ولا في السنتر؟ اقول له عايز اكتبها في السنتر. قال لك الميجر،
قال لك الميجر دي وحدة القياس، دي مهمة جدا جدا. بيقول لك في حاجة ثلاثة، حاجة اسمها سكيل، حاجة اسمها الاوردينال، حاجة اسمها النومينال. هو سكيل والاوردينال نومينال. قال لك بيقول لك لو هو انت مخزن النوميريك يبقى اوتوماتيك سكيل، سواء النوميريك ده رقم صحيح او رقم كسر عادي يبقى هو ايه؟ اوتوماتيك سكيل. طب لو انا مخزنه هنا النوميريك، بص اهو لو انا مستخدمه سترينج، قال لك سترينج ده بص اوتوماتيك، قال لك نومينال، يبقى سترينج ده شوف مفيش سكيل اصلا ظهرت عندك، في مين؟ اوردينال نومينال. مين الاوردينال ومين النومينال؟ هم الاثنين الخاصين بالسترينج. طب ايه الفرق بينهم؟ قال لك لو هو كلمات او حروف مرتب يبقى اوردينال، غير مرتب يبقى نومينال. تاني عندك حاجه اسمها السكيل ونومينال واوردينال. نومينال مين؟ حاجه اسمها سترينج غير مرتب، اوردينال سترينج مرتب، سكيل اللي هو النوميريك سواء النوميريك مرتب او غير مرتب زي ما انا عايز. هاجي مثلا هقول له ده ايه؟ ده سترينج نومينال. انبوت قال لك الرول بتاعك، ممكن اقول له الانبوت هدخل مثلا انبوت هدخل التارجت بتاعي فشكل عندي حاجه، هقول له هنا مثلا ايه؟ خلي ده بالشكل ده كده، ده مثلا السالري فاقول له ايه؟ سترينج عادي. اجي هنا اعرف هنا وليكن مثلا ايه؟ اهو اكس مثلا، اكس ده اهو عندي واي عندي زد. اجي بقى هنا في مين؟ دي الداتا فيو، ابدا ادخل الداتا. عندك اكس واحد واكس اثنين اهو، ده انت عرفت حاجه ثانيه؟ لا، فده بار بار. لو عرفت حاجه ثانيه بتظهر هنا، ده مين بقى؟ بص اوتوماتيك ظهرت مين؟ مين وفي مين؟ ليه؟ لان انا اجي كده مخزنينها فاليو، شفت الفاليو فين هنا كام؟ اهو 0 ميل اهو 1 في ميل، فانا ايه؟ مخزن الداتا بتاعتي اهو. تمام كده؟ يبقى انا عندي الميل 1 والميل 0 والفي ميل 1، او ابدا اقول له ايه؟ خلي بالك ايه؟ ده في ميل، ده اهو عندك ايه؟ ميل، ده مثلا عندي ميل، عندي الميل اهو بالشكل ده. اعرف مثلا متغير ثالث اسمه الاكس 3 وده اخليه كسكيل عشان ابدا ادخل الداتا. ده مثلا الداتا بتاعتي هذا 10 20 30 40 50 زي ما انا عاوز. ده مثلا اقول له ده ايه؟ ده ايه؟ ده بي. عندي هنا ايه؟ ده السكيل بتاعي اهو في ميل، ده عندي ايه؟ الميل بتاعي. دي ابدا اشغل الداتا. يبقى انا عندي النهارده درس النهارده الفاريبل فيو، انا بعرف الفاريبل بالخصائص بتاعته بكل التفاصيل دي. بعد كده اجي بقى في الداتا فيو اقول لك مين الداتا بتاعتي، ابدا اخزن الداتا بتاعتي. فانا عارف ايه الفاريبل فيو في النيم.